مصادر إسرائيلية تقول أن حماس لم تنكسر، وقع هذا في إسرائيل. تفضل إلياس. نعم بالفعل ليلى، هم يعرفون منذ البداية بأن هذه العملية البرية لن تكون سهلة، وهم تحدثوا منذ اليوم الأول عن معارك ضارية، عن معارك وجها إلى وجه، وعن قتال مركب وصعب وينطوي على كثير من الأثمان بمعنى القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. ونحن ما زلنا نرى قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي من خلال هذه العمليات المستمرة حتى في المناطق الشمالية لقطاع غزة، حيث كان أعلن الجيش الإسرائيلي وأشار إلى أنه أن هنالك انخفاض في عدد أو نسبة القتال على الأقل في المناطق الشمالية التي ربما أنهى فيها العمليات العسكرية الكبرى، لكنه ما زال يواجه مواجهة ومقاومة من جانب كتائب القسام وربما غيرها من الفصائل الفلسطينية المقاومة على الأرض. نشير هنا إلى أن الجيش الإسرائيلي في آخر تحديث له أشار أنه منذ بداية هذه العملية البرية قصف بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي 4300 هدف، من بين هذه الأهداف 300 فتحة نفق، هذه الأنفاق الهجومية التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى 3000 بنية تحتية إرهابية كما وصفها، أو معاقل ومقر وغرف عمليات وتحكم وسيطرة تابعة للقسام. الجيش الإسرائيلي الآن بدأ في مرحلة جديدة ليلى، تحديدا في المناطق الشمالية لقطاع غزة، وتحديدا في مخيم الشاطئ الذي يعتبره المعقل الأساسي لكتائب القسام ولحركة حماس. هذه المرحلة تتمثل في عملية تمشيط وتفتيش واسعة النطاق في كل المناطق التي يشتبه فيها بوجود شبكة أنفاق أو أنفاق هجومية أو مقر أو معاقل تابعة للقسام وغيرها من الفصائل الفلسطينية المقاومة، وكذلك محاولة البحث عن منصات الصواريخ التي كانت تطلق منها الصواريخ باتجاه المدن الساحلية الإسرائيلية والمدن الكبرى. والجيش الإسرائيلي في بياناته الأخيرة يقول بأنه تمكن من تدمير العديد من الأنفاق، في آخر بيان له يقول بأنه دمر 300 فتحة نفق، وكذلك العديد من منصات الصواريخ والمنصات التي تطلق أيضا الصواريخ المضادة للدروع. لكنه في المقابل ما زال يواجه في تلك المناطق مواجهة ومقاومة من جانب كتائب القسام، وهي ما تسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. اليوم الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل جنديين آخرين من وحدات النخبة، من وحدة الكوماندوز ووحدة المظليين، وبالتالي يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية العملية البرية إلى 45 جنديا وضابطا، وهذا يرفع إجمالي عدد الجنود الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 363 جنديا وضابطا. نشير هنا إلى أن العملية الآن في المنطقة الشمالية تشارك فيها وحدات من الهندسة ووحدة يهلوم، هذه الوحدة المختصة في الكشف عن الأنفاق وفي عملية تدميرها، وغيرها من وحدات النخبة ووحدات المدرعات ووحدات الهندسة التي تتابع مسألة هذه التمشيطات وهذا البحث كما يقول الجيش الإسرائيلي عن هذه المنشآت الإرهابية بحسب وصفه. من ناحية أخرى، الجيش الإسرائيلي قال بالأمس بأنه وصل إلى مرفأ غزة، أي إلى ميناء غزة، وبذلك وهذه الخطوة يقول بأنه أحكم الطوق وأحكم السيطرة وأحكم الحصار على مدينة غزة. ونحن نرى بأن التركيز الآن كما يبدو ليلى ينصب حول إحاطة ربما المستشفيات أو المعاقل الأساسية أو المربعات الأمنية التي يعتقد الجيش الإسرائيلي بأنها مقر هامة لحركة حماس، ومنها تدار العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية. بطبيعة الحال نحن نرى كيف يحاول أن يسيطر على المستشفى الإندونيسي وغيرها من المستشفيات، وربما أيضا في قادم الأيام على محاولة تطويق مستشفى الشفاء، على اعتبار أن هنالك مزاعم إسرائيلية تشير إلى وجود مقر تابعة للقسام وتابعة لحركة حماس أسفل مجمع الشفاء.